المساجد القديمة، رغم بساطتها وبساطة هندستها المعمارية، تعد المساجد القديمة في الكويت من أهم المعالم الأثرية الباقية إلى وقتنا الحاضر، والتي يعود تاريخ تأسيس البعض منها إلى أواخر القرن السابع عشر الميلادي. هذه البساطة الظاهرية التي تميزت بها مساجد الكويت حملت معها طابعا معماريا فريدا من نوعه ومتوائما جدا مع البيئة المحيطة، سواء من ناحية البناء أو من ناحية الزخارف والنقوش أو حتى من حيث الألوان. 50 مسجدا هو العدد التقريبي لكافة المساجد التراثية في دولة الكويت. حمل بناء كل واحد فيها قصة مجهود شاق قام على سواعد الكويتيين الأوائل بأدوات بسيطة وبدائية، لكنها تعبر في الوقت نفسه عن عبقرية في التنفيذ والتركيب. فعند القيام بإنشاء مسجد ما، يقوم البناؤون أولا بجلب قطع الصخور من مقالع الأحجار المطلة على البحر، وذلك لإقامة جدران المسجد. ومن أشهر هذه المقالع تلك الموجودة على شاطئ منطقة عشيرج، حيث يتم تقطيع تلك الصخور في نفس المكان كي تكون متوائمة مع عملية رص الجدران لاحقا، ثم تبدأ بعد ذلك عملية نقلها إلى مكان بناء المسجد. تبدأ بعدها عملية إقامة الجدران عبر لصق هذه الأحجار بعضها ببعض بالطين المستخرج من الأرض والمعجون بالماء وبمساعدة أعمدة من كتل ضخمة من الأعشاب، ويراعى في هذه المرحلة تشييد بروز المحراب وفتحات النوافذ. ثم تتم بعد ذلك عملية مسح الجدران الخارجية بالطين لسد الفراغات، وتبدأ بعدها عملية نصب السقف أو سطح المسجد عبر وضع أعمدة كبيرة من خشب الشندل فوق الجدران المنصوبة. ثم توصل تلك الأعمدة بعيدان من أخشاب الباستشيل الشبيهة بسيقان البامبو. ويراعى عند نصب تلك السيقان تثبيتها بأشكال هندسية متقاطعة ومتقاربة كي تؤمن القوة المناسبة المطلوبة لصب السطح بالطين لاحقاً. ثم تفرش فوق عيدان الباستشيل ألواح من حصائر المنقور كي يغطى السطح كاملاً، ثم يصب فوقها الطين، ويراعى في صب الطين استمالته نحو الميزاب لتصريف مياه الأمطار. يبدأ بعد ذلك مسح الجدران الخارجية بالجص الأبيض كي يعطي الجدران المنظر الجمالي المطلوب، وكذلك كي يكون اللون الأبيض مصداً طبيعياً لحرارة الصيف اللاهبة. تبدأ بعدها عملية رسم الزخارف، والتي غالباً ما تكون بسيطة وجميلة ومتوائمة كثيراً مع البيئة الكويتية. ثم يتم أخيراً بناء ملاحق المسجد كالمخزن ومكان الوضوء. وفيما يلي سنستعرض قائمة بأقدم المساجد التي بنيت في الكويت. مسجد بن بحر أو مسجد الإبراهيم، المشيد عام 1765، وفي رواية أخرى عام 1696. شيد هذا المسجد في الحي القبلي، ويعد أقدم مسجد يتم بناؤه في الكويت، ويعتقد على نطاق واسع أن بناءه سبق قدوم العتوب، أي منذ أن كانت الكويت عبارة عن عدة أكواخ لبعض الصيادين.
مسجد العبد الجليل بني في عام 1720، وهو ثاني أقدم مسجد في الكويت. مسجد العدساني، وقد تأسس في الحي القبلي عام 1747، وفي عام 1776 تأسس مسجدان هما مسجد الحداد في الحي القبلي ومسجد النصف في الحي الشرقي. مسجد العبد الرزاق، وتأسس عام 1779 في الحي القبلي. مسجد الياسين، تأسس في عام 1784 في الحي القبلي. هذا بالنسبة للمساجد التي تأسست في حي الجبلة وحي الوسط في القرن 18. أما المساجد التي تأسست في حي شرق في نفس القرن فهي كالتالي: مسجد بن خميس، تأسس مسجد بن خميس في عام 1772، وهو يعد أحد أقدم المساجد التاريخية في الحي الشرقي، وقد بنى المسجد محمد الجلاهمة على أرض تبرع بها ابن خميس، فأصبح اسمه مسجد بن خميس والجلاهمة. وقد تم تجديد المسجد 3 مرات، كان آخرها في عام 1954 على نفقة دائرة الأوقاف، وقد تكلف بناؤه 2,313,000 روبية. مسجد النصف، أسسه بطي بطيبان عام 1776 عند حدود السور الثاني الشرقية، وقد زاده ابن نصف وراشد العسعوسي في عام 1867. مسجد مبارك، بني مسجد مبارك في عام 1782 في حي الجناعات، وقد سمي بهذا الاسم نسبة لشخص اسمه مبارك من آل فاضل، وقيل من آل خليفة، قبل رجوعهم من الكويت، وكانت أمامه براحة واسعة تسمى براحة مبارك. مسجد سعود، تم تسميته بهذا الاسم على اسم الحي الذي كان يتوسطه، وهو حي سعود، عام 1788. هذا بالنسبة للمساجد التي شيدت في القرن 18. أما المساجد التي شيدت في القرن 19 وبداية القرن 20، فمن أهمها مسجد بن سلامة، إذ بني مسجد بن سلامة في عام 1810، وكان يقع في فريج الخشتي قريبا من البحر، لكنه هدم بسبب مد أحد الشوارع، وبني بدلا منه مسجدا حمل اسمه في منطقة الرميثية عام 1968. مسجد المديرس، أسس مسجد المديرس المرحوم بإذن الله عبد الله بن محمد بن سليمان المديرس في حي الوسط عام 1810، ومن المساجد التاريخية التراثية في دولة الكويت أيضا مسجد البدر ومسجد هلال ومسجد القطامي ومسجد بن فارس ومسجد الهارون ومسجد السعير.